تقول إن لها إخوة مفرطون في الصلاة وفي تطبيق أوامر الله، وقد نصحتهم كثيرا ولكن لم يستجيبوا لنصحها، وتقول إنها تخدمهم وتقوم بواجبهم، فماذا عليها حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. عليها مواصلة النصح معهم والإنكار عليهم لعل الله أن يهديهم، وإذا أمكنها الابتعاد عنهم إذا أصروا على ما هم عليه من المخالفات الشرعية وتمكنت من الابتعاد عنهم، فإنها يجب عليها أن تبتعد عنهم لئلا يؤثروا عليها ولئلا يلحقها إثمهم ومخالطتهم. نعم.